احمد عبد المنعم، مهندس كهرباء قوى وتحكم الي، جامعه اسكندريه، دفعه 2016. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا مع بعض المحاضره الثانيه. زي ما احنا شفنا حلينا الريبورت بتاعنا بتاع المحاضره الاولانيه ازاي، نبدا نخش في المحاضره الثانيه بقى. هنعمل مشروع بسيط عن ليد، نشغلها عن طريق بوش بوتون. هنعرف يعني ايه بوش بوتون وازاي بنتحكم فيه عن طريقه في ليد. ده البرنامج بتاعنا بتاع بروتوس. هنبدا نيو بروجكت أو نخش على طول ماشي زي ما احنا كده. هنجيب الأردوينو أو ممكن نشتغل من غير الأردوينو الأول، نعرف يعني ايه البوش بوتون الأول. محتاجين ليد، أي ليد من دولت ماشي بلو تمام. محتاجين باور سبلاي، والجراوند بتاعنا طبعا محتاجينه. طبعا محتاجين اهم حاجه المقاومه، نكتب ريزيستنس تظهر لنا مقاومه عامه جنرال. نبدا نحطها، عايزين نكبر عشان نوضح اكتر تمام. عايزين نحدد قيمة المقاومة، خليها 330 اوم. لو احنا شغلنا سيميليشن على الوضع دوت هتشتغل، مش مشكلة جدا. طيب عايزين احنا نتحكم بقى في الليد دي ان هي تشتغل وتطفي عن طريق بوش بوتون، زرار زي اللي في البيت كده، تيجي تضغط على الزرار فالنور ينور، تضغط على الزرار يقفله يقفل النور يقفل. فاحنا عايزين نعمل الموضوع دوت برضو، نكتب بوش بوتون بوتون طيب احنا دلوقتي المفروض الزرار دوت هيكون بعد الباور سبلاي وقبل الدايل. ده بعد الباور سبلاي كده شويه، نقطع السلك هنا زي ما عرفنا، ونحط السويتش بتاعنا حته دراج، دراج اوبجكت دي بتمكننا ان احنا نحرك الاوبجكت اللي بتاعنا دوت اي مكان احنا عايزينه، نحطه هنا خلاص نقل. عايز دلوقتي ان انا اوصل سلك، نفس الكلام كده، انا وصلته في السكة. طيب شغل السيميليشن تاني، دلوقتي مش هينور خالص غير لما اضغط على السويتش. طب انا عايز اخليه ينور على طول، واسيب ايدي في علامة هنا حمراء لو اتكيت عليها هيثبت كأنه مثبت صبعي على البوش بوتون. البوش بوتون بيفرق عن السويتش بتاع البيت عادي، ان يعني دوت عبارة عن مش بيثبت على الحالة بتاعته. يعني مثلا انا ضغطت عليه ضغطة، ففي اللحظة اللي ضغطت عليها هو غير من حالته، اول ما اسيب ايدي خلاص يرجع تاني لحالته الطبيعية الاولانية. غير اللي في البيت، البيت اللي هو له حالتين كمفتاح، ليه وضع الاون ووضع الاوف، وبيثبت في اي حاله انت بتسيبه فيها بيثبت فيها. لا هنا، لا هنا انت لازم تثبت ايدك، يا اما تشيل ايدك هيرجع تاني الوضع الطبيعي بتاعه. طب هنا الوضع الطبيعي بتاعه ايه؟ اللي هو ايه؟ هو فاصل، يعني الوضع الطبيعي اللي هو ايه؟ اوبن، سكه اوبن اهي. ايه اللي هيوصل بقى السكه دي بالسكه دي؟ الضغطه بتاعت ايدك ديت اللي هتقفل السكتين على بعض. طيب هو ده المشروع بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله اول حاجة؟ لا، ده مشروع احنا بنبتدي نعرف بس يعني ايه بوش بوتون. نبدأ ندخل الاردوينو في الموضوع. احنا مش هحط البوش بوتون ده كانبوت للاردوينو. الاردوينو بقى هو اللي هيشوف بقى الانبوت ده فعلا موجود، يبتدي يطلع هو بقى الخارج بتاعه ينور اللي داي. طيب احنا هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنجيب الاردوينو عادي، هنجيب بقى الاردوينو بتاعنا. احنا شغالين بالاونو بالاونو، هنحطه كده. ناقص لنا للداية، جرين مثلا، وعايزين مقاومة.
خليها في الوضع ده. وعايزين نجيب طبعا الجراوند بتاعنا عشان نكمل الدايرة. نشتغل مثلا على رقم 13 مثلا. طيب عايزين انبوت اللي هو البوش بوتون بتاعنا، نكتب بوتون. تمام، هذا معنا بوش بوتون بتاعنا. طيب الوش بوتون ده هيوصل للاردوينو على البرنامج رقم 12. طب هو اصلا جاي منين؟ اكيد جاي من الباور. حيث ان هو لما الاردوينو يشوف الباور بتاعه وصل او في باور وصل له من عند النقطة ال 12 ديت، يبدأ هو يخرج على النقطة 13 بقى باور عشان يغذي الداي. يعني بياخد انبوت من النقطة 12 عشان يفهم ان في زرار البوتون ده حد ضغط عليه، فيبدأ هو يخرج بقى للداي يشغلها. طيب دلوقتي احنا عايزين محتاجين كود، ضغطنا كده الاردوينو مفيهوش كود. عايزين نعمل بقى ايه؟ كود للاردوينو الجديد. طيب نفتح برنامج الاردوينو. اهو تمام. نبدأ نبرمج مع بعض من الأول خالص. دي بشكل المتصفح بتاع أو شكل برنامج الأردوينو أيدل. أول ما يفتح معايا المنظر ده، أنا أول حاجة بعملها إن أنا بعرف بنات الأردوينو اللي هشتغل عليها، اللي هي عبارة عن 13، كان حطيت على جرين ليد، هسميها جرين ليد، انت ممكن تسميها زي ما انت عايز. دي كانت بنية رقم 13، وفي بنية تانية اللي هي رقم 12، دي كانت بوش بوتون، هسميها بوتون. دي كانت رقم 12. تمام. دلوقتي هبدأ اعرف الاردوينو هو الجرين ليد دي اوت ولا انبوت. لازم هو يكون عارف ان ديت انبوت او اوت. ده بتيجي من بعرفها من البين مود. تمام، وهبدا اقول له جواه ان هي فيها الجرين ليد ديت، اخدها كوبي زي ما هي عشان الاردوينو سنسيتيف قوي للسمول او كابيتال. تمام، هكتب بقى اوبوت كلها كابيتال. تمام، انا هسهل على نفسي، نديها مرة تانية، هاخد البوتون كوبي برضو. هخليه انبوت. تمام كده. نخش بعد كده في المين فانكشن اللي هي الفويد لوب. لغاية دلوقتي ما عرفناش يعني ايه فانكشن وما استخدمناش لغاية دلوقتي. احنا هنعمل فانكشن خارجية غير الفويد لوب اصلا، هنستخدمها بعد كده في البرمجة بتاعتنا. ماشي، هنعرف متغير نسميه مثلا بوتون. ستيت تمام. المتغير ده هتخليه ان هو ياخد قيمة السويتش بتاعي اذا كان هو اون او اوف. دي اعرفها ازاي؟ حاجة اسمها ديجيتال ريد. وخد بالك ان ريد ديجيتال ريد اول حرف من ريد اللي هو الار كابيتال مش سمول. تكتب جواها هيقرا منين؟ يعني هو ديجيتال ريد هياخد منين؟ هياخد من الانبوت اللي جاي له على رقم 12، على بين رقم 12 اللي انا مسميه بوتون. طب ما ناخد بوتون كوبي واحطها له جوه ديجيتال ريد كده، هو هيقرا
من بالبنيه رقم 12 اللي هي انا حاطط عليها وبش بوتن كهاردوير كسوفت وير. هو كده فهم ان دي انبوت ليه اسمها بوتون ستيت. تمام. طب انا لو حطيت هنا اهو بدل بوتون ديت حطيت رقم 12 هتفرق معايا في حاجه؟ لا هي هي ده هتسهل عليك انت بس كنت فاهم الكود ماشي ازاي. تمام جدا. طيب دلوقتي خدت قيمة البوتن عندي عايز احدد حاجة من الاتنين يا هو اون يا هو اوف. فدي حاجة اسمها شرط بين حاجتين او حالة اف في حالتين هنا هو حالة اون ان الاف تكون اون او بمعنى صح الشرط اللي هحطه ده اتحقق او ما اتحققش. هقول اف البوتون ستيت دوت ده هو بقى عندي خلاص بقى قيمة متغير عندي ده اللي هبص عليه هل هو بيساوي هاي او لو. لو هو بيساوي هاي اعمل ايه؟ نور اللي اتضايق هقول له ديجيتال رايت تمام جدا. طب اللي اتضايق اسمها ايه هنا؟ اسمها جرين ليد. ممكن انت 13 او ممكن تكتب 13 عادي جدا بس احنا هنسهل على نفسنا عشان نتعود بقى نكتبه كده اهوت نكتب الكود بالمنظر ده. ديجيتال رايت ايه؟ خليه هاي ولا لو؟ انا عايزه خليه هاي. طب لو خليته لو هيخرج الارضي على البرنامج رقم 13 بمعنى ان انا ممكن اخلي اتحكم في اللي ده عن طريق الارضي ان انا بدل ما اخرج الهاي لا احنا هخرج اللو عشان تنور. هكون مديها الباور من فوق من ناحيه ومن ناحيه تانية مستنيه الارض عشان تنور فهديها الارض ده من الاردوينو الاردوينو هو اللي طلع لها الارض. تمام جدا. طيب إلس بقى اف لو هي مش هاي لو البوتن ده ما حدش داس عليه ساعتها هتعمل ايه؟ هتخلي لي ديجيتال رايت برضو نفس الكلام على جرين ليد خليها لي لوب. طيب تمام جدا. لو بصيت بقى على البرنامج ذات نفسه هتلاقي هنا اهوت في حاجة اسمها فايل دي بتخليك تفتح برنامج جديد. يعني لو ضغطت عليها نيو هيفتح لي برنامج جديد اكتب فيه اللي انت عايزه تاني. تمام. في حاجة تانية اوبن لو انت عندك بس برنامج سايف عندك عايز تفتحه. اوبن ريسنت ده بيفتح لك احدث يعني اكتر حاجات فتحتها عندك مؤخرا هيفتحها لك كلها عندك. دي سكتشات هنعرف يعني ايه واكزامبلز دي امثله هو حاططها لك جوه البرنامج ممكن تستخدمها على طول. انت مثلا في هنا ديجيتال الحاجات المتعلقه بالديجيتال اللي هو بوش بوتون هو حاطط لك مثال ازاي تستخدمه هتفيدك برضو انت عايز تتعلم مثلا من الامثله ديت هو هيديك امثله كتير جاهزه عندك. تمام. ممكن تعمل كلوز سيف سيف از حاجات طبيعيه طبعا احنا عارفينها كلها. طيب في سكتشات سكتش ده في هنا فيريفاي او كومبايل بيعمل ايه؟ الكود بتاعي ان هوت او شايفينه احنا على ده سطور هو بيبتدي يبص سطر سطر السطر دوت يبدا يعمل كومبايل لوحده يخش على السطر اللي بعديه وهكذا وهكذا وهكذا. تمام. جوه اللوب دي بقى ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيجي هنا يعدي على سطر سطر واول ما يخلص الكود يبدا يعتري من الاول بس ده في وقت صغير قوي احنا ما يعني ملاحظوش ده بيعتمد على سرعه المايكرو بروسيسور بتاعي او هنا هو المايكرو كنترولر اللي احنا شغالين بيه سرعته ايه؟ الكريستال اللي احنا شغالين بيها ايه عباره عن ايه؟ دي بتفرق معايا سرعه البروسيسور بتاعي. طبعا ما ننساش ان لو كابيتال مش سمول.
انا عايز اعرف الكود ده سليم ولا مش سليم، يعني في اي اخطاء تانية او كده اقدر اعمل فيريفاي من هنا. الاول هيقول لي سيف وباسم ايه، سميه اي اسم انت عايز تسميه، اي حاجة. تمام، عمل فيريفاي، قال لي في غلطة عندي. ايه هي الغلطة؟ قال لي البوتون ستيت دوت مش ديكليرد، ما يعرفش عنه حاجة. ده هل هو انتجر، هل هو ما يعرفش ايه، ايه نوعه. هناخد بقى الانواع بتاعتنا كلها. طيب اعرفه فين؟ اعرفه خالص زي ما عرفت البنات، اعرف المتغير بتاعي دور عن ايه، او ممكن اعرفه جوه هنا اكتب انتجر، دور عن انتجر. نعمل فيرفاي تاني، خلاص مفيش اي مشكلة عندي. تمام، هبدأ اخش عند الاردوينو. طبعا احنا عارفين هنعمله، نجيبه ازاي كهيكسا فايل. واخش على ران سيرش عن ران، واكتب تمب في المية، تمب في المية كده، ادور على الاردوينو بيلد، دي اخر حاجة انا عملتها. هلاقي الهيكسا فايل هنا اهو، هتسميه اتش جي. تمام، هجيبه بقى كده، احطه في اي مكان واجيبه زي ما انا عايز اجيبه. انا مثلا مسيف نفس البرنامج هو هو. تمام، بس هبدأ اعمل له سيميليشن. هضغط على البوش بوتون مش هيشتغل. طيب زي ما احنا شفنا البرنامج ما اشتغلش معايا، لان انا هنا اهوت حاطط انبوت، انبوت الاردوينو اللي هو بالنيل رقم 12 كان متوصل على البوش بوتون على الباور بتاعي اللي هو 5 فولت. فهو هنا هيشوف الاردوينو، هيشوف حالتين، مستني يشوف حالتين، يا اما الانبوت اللي جايله ده 5 فولت، يا اما جايله 0 فولت. في الحاله اللي كنت حاطه فيها السويتش كان متوصل ب 5 فولت، كان بيوصل لما اضغط على السويتش يوصل له 5 فولت. طب لما اضغطش على السويتش مش موصل له حاجه خالص، ولا 5 فولت ولا 0. فالسيميليشن مش فاهم يعني ايه مش وصل 5 فولت او 0. الحاله دي الكيس دي مش عنده، انا مش حاططها له اصلا في الاعتبار. فاحنا عشان كده هنج معايا السيميليشن ما اشتغلش صح. طب انا عشان اعمل الموضوع ده صح ازاي؟ ان انا هديله حالتين، حاله الخمسة فولت وحاله الزيرو، مفيش حاله تالته. لو سبت السويتش هيكون الارضي متوصل بمقاومه، متوصل بالبنيه رقم 12 لان هو كده متوصل بالارضي. طب لو انا متكيت ضغطت على السويتش البوش بوتون بتاعي هيوصل الانبوت بتاعي بالخمسة فولت، هيكون الخمسة فولت متدخلين على ايه؟ على البنيه بتاعتي. طب ايه لازمه المقاومه ديت؟ طب تخيل لو انا اتكيت السويتش ده كده مفيش المقاومه دي، هيكون الهاي 5 فولت والار دي متوصلين مع بعض كده شورت سيركت زي الفل. كده انا حرقت او عملت شورت على الباور سبلاي بتاعي. فعشان اتلاشى موضوع الشورت سيركت اللي هيحصل، فانا حطيت المقاومه دي بحيث ان 5 فولت والار دي على المقاومه مش هيعملوا حاجه، المقاومه تسخن شويه. ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله ما احط 5 فولت وار دي على طرفين مقاومه، مقاومة 10 كيلو تكون كبيرة أهم حاجة، ما تكونش مقاومة صغيرة إنها تعمل شورت برضه. لو مقاومة مثلا 1 أوم أو 10 أوم صغيرة أوي هتعمل شورت سيركت برضه. تمام، إحنا كده عرفنا إيه فايدة المقاومة دي. هعمل السيميليشن شغله. طيب مشتغلتش اللي اتضايق إني مش بضغط على البوش بوتون، لو ضغطت على البوش بوتون هتنور معايا اللي اتضايق. لو ثبت البوش بوتون كأني دايس ومثبت صباعي هذا شغاله، ده البرنامج اللي احنا عايزينه، اول برنامج احنا عايزينه. نيجي نشوف بقى تاني مطلوب، مشروع بسيط التحكم في ليد عن طريق مفتاح لإضاءة الليد واخر لإطفاء الليد. طيب نيجي نبص مع بعضينا كده. دلوقتي احنا معانا مفتاح عشان ينور، عايزين نحط مفتاح تاني عشان يطفيها. ماشي، هنزق دول كده شويه، هنجيب بوش بوتون تمام، ممكن نوصله هنا
موصل ده عيبان رقم 11 خلاص. او ممكن نحط له مقاومة تانية لوحده وارض لوحده، مفيش مشكلة، هي هي. طب نيجي للكوب بقى ذات نفسه، ده اللي هيفرق معايا في ايه بقى. نبدأ مع بعض بقى نشوف ايه اللي هيتغير في الكود. اول حاجة هبدأ اعرف البوتون جريد نفس الطريقة، انت بوتون هسمي اتنين، بوتون اتنين اندرسكور اتنين. طبعا مفيش مسافات في التسمية، تيجي تسمي حاجة متسيبش مسافة خالص في قلب التسمية بتاعتك، الاسم بتاعك. طيب ده انبوت ولا اوتبوت لازم تعرفه برضه نفس الطريقة بتاعت انبوت واحد، هتخليه برضه انبوت اتنين موجود معاك. طيب ايه اللي هيتغير تاني في الكود؟ هتيجي عند الشرط بتاعك، هو بوتون واحد فعلا هينور اللي اتضايق، بس في بوتون اتنين لازم تاخده برضه، تقرا من البناية رقم 11 تقرا منها كانبوت، برضه تقرا حالتها كانبوت، هي هاي ولا هي لو، هتحط تمام. المتغير بتاعك هو هو؟ لا مش هو هو طبعا، لازم يكون متغير معنا عن المتغير الاولاني. يبقى ده متغير اولاني بيقرا من بوتون رقم 3 رقم 1، وده المتغير التاني بيقرا من بوتون رقم 2 تمام. طيب ايه اللي هيتغير تاني هنا؟ اف كشرط بتبص على البوتون ستيت واحد. طيب لازم يكون في شرط تاني، ان احنا نبص على بوش بوتون تاني اصلا، بلي شرط لوحدها اللي هو بوتون ستيت اتنين تمام. ده لو هاي بقى في الحالة ديت زي ما احنا عايزين نعمله في الكود بتاعنا، ساعتها بقى اطفي للداية. طيب نيجي نسيب ونشوف ايه اللي هيحصل. سيف از نسميها مثلا اتش اتنين مثلا، نعمل فيرفاي نشوف في مشكلة عندنا. تمام مفيش مشكلة، نروح نجيب الفايل بتاعنا زي ما احنا عارفين run push، نجيبه من اردوينو بيلت، اخر بيلت اتعمل اهو، الهيكسة بتاعتنا اهي اتش اتنين زي ما احنا سميناها، نجيبه نرميها صح المكتب نرميه عليها، نخش في السيميليشن بتاعنا نروح نجيبه من سطح المكتب تمام، نشغل السيميليشن تمام. نبدأ بوش بوتون واحد هينور الداية مفروض تمام اهو، طب بوش بوتون اتنين زي ما احنا شايفين حطينا بوش بوتون تاني بارلل مع الاولاني، الاتنين بارلل مع بعض كده، واخدين من طرف 5 فولت ومن الطرف التاني مقاوم على الارضي، وده رايح على بناية رقم 12 وده رايح على بناية رقم 11، كأن يعني هي نفس الرسمة بالظبط كررتها مرتين. هشغل السيميليشن، البوش بوتون الاولاني هينور اللداية، بوش بوتون التاني طفل للداية، ده نور بيطفي تمام زي ما احنا عايزين بالظبط، البرنامج اشتغل معايا. نبدأ بقى نشوف ايه اللي احنا عايزينه تاني. مشروع بسيط للتحكم في شدة اضاءة ليد تدريجية من حالة عدم الاضاءة لاضاءة كاملة. طيب عايزين هنا نبتدي نعرف يعني ايه حاجة اسمها بوتنشيومتر، او عشان نعرفها اكتر ممكن نجيب حاجة زي سيميليشن ليها، حاجة زي مثلا ترانسديوسرز، حاجة زي تمبريتشر سنسور مثلا ممكن نجرب بيه.
طيب محتاجين باور 5 فولت بتاعتنا. محتاجين اللداية بتاعتنا. ومحتاجين المقاومة بتاعتنا. والأرضي عشان نقفل الدايرة. تمام. نكمل السلك. طب لو تلاحظ ان هنا دي دايره لوحدها ودي دايره تانية لوحدها ملهاش دعوه اي علاقه بدي، هل ممكن انا اعمل سيميشن والاثنين شغالين مع بعض كده؟ اه ممكن عادي، ايه المشكله؟ يعني مفيش اي مشكله. نسميها هنا هنا دي قيمه 22 اوم. تمام انا كده جاهز، عايز اركز بس على الدايره ديت، مش عايز ابص دي خلاص دلوقتي، هبص على الدايره ايه التانية ديت. تمام هبدا اشغل السيميشن. تمام البداية منورتش، هبدأ إن أنا أقلل قيمة المقاومة بتاعتي. تدريجيا هنبدأ نعلى واحدة واحدة كده اهوت، بمعنى ان احنا نقلل المقاومة لغاية ما توصل للصفر. هنلاحظ ان الدايرة ابتدت تنور واحدة واحدة. هي ابتدت واحدة واحدة تنور اكتر كل ما ازود، ابتدت تبان اكتر. تمام بقت تقريبا كأني موصلة 5 فولت باللداية بالمقاومة 220 اوم من غير أي مقاومة تانية. تفضل تزيد 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 لغاية أقصى قيمة ليها، أقصى قيمة ليها كده. دي تقريبا شورت سيركت، عبارة عن سلكة مفيش أي مقاومة هنا خلاص. بقت 5 فولت متصلة باللداية، متصلة بال 220 اوم بالجراوند، خلاص بقت دايرة عادية جدا. فدي جت من هنا فكرة ان انا عايز اتحكم في شدة اضاءة للداية، فبحط معاها مقاومة سيريز، اقدر اغير في المقاومة السيريز ديت، فبالتالي اقدر اغير في شدة الاضاءة ديت. طيب المقاومة اللي بقدر اغير فيها دي عبارة عن ايه؟ دي بتبقى variable resistance، او بمعنى بيقولوا عليها potentiometer في الحالة ديت. تمام دي في منها قيم كتيرة، 5 كيلو، 10 كيلو، حسب ما انت عايز. في مقاومات مختلفة بتبتدي مثلا من 0 لغاية 10 كيلو، او من 0 لغاية 5 كيلو وهكذا. مثلا بين رقم 12 خليتها اوتبوت، تكتب اوتبوت كلها كابيتال كده، انت حددت البين رقم 12 دي اوتبوت، هيطلع عليها 0 وهيطلع عليها 1، او هيطلع عليها متغير بين 0 وال 1 اللي هي من 0 ل 5 فولت، رقم انتجر في النص يعني مثلا 2.5 فولت. ده هو هنا هيشوفها ازاي، هنشوفه مع بعضينا هنكتبها ازاي. طيب عايز اخليه انبوت ان هو يستقبل من مصدر خارجي، هخلي رقم 11 مثلا دي انبوت، يستقبل من بره. مثلا عايز احط 5 فولت، فهو بالاردوينو يفهم ان انا عايز اعمل حاجه، ما يشوف 5 فولت، وعايز احط 0 الاردوينو يشوف ان انا عايز اعمل حاجه تانية كده. يبقى هو كده فاهم من البنايه رقم 11 دي، هيفهم ان هي انبوت يستقبل منها ايه، من مصدر خارجي. طيب دلوقتي المتغير بتاعي اللي هو 11 دوت اللي هو الانبوت، كان انبوت بالنسبه لي. طب هو نوعه ايه بقى؟ هل هو ديجيتال ولا انالوج؟ يعني ايه ديجيتال يعني انالوج؟ الديجيتال هنا يعني هو يا 0 يا 5 فولت، يعني هو مش هشوف يا اما 0 يا 5 فولت. فلو شاف 0 هيعمل حاجه، ولو شاف 5 فولت هيعمل حاجه تانية. دي هنشوفها، دي حسب الكود اللي انت تكتبه. بس ديجيتال يعني يا 0 يا 5 فولت، يعني يا 0 يا 1 بالنسبه له. لكن انالوج معناه ان هو متغير من 0 ل 5 فولت، يعني ممكن يكون 1.5 فولت، 2 فولت، 3 فولت. التغير في النص ده هو بيحسبه، بيعتبر انالوج، ان هو هو متغير عندي، مش قيمه ثابته من 0 ل 1، لا هي قيمه متغيره. طب هو انا بيقراها ازاي بقى من 0 ل 5 فولت؟ بيقراها ازاي؟ بيقراها من 0 ل 1023، بيقراها كقيمه انتجر.
تمام، هنشوف مع بعضينا برضو الكلام ده ازاي. طيب هو هنا قرا القيمه بتاعت اللي هي على البنيه رقم 11، هيحطها فين في الذاكره عنده؟ هيحطها في متغير اسمه تي، انا سميته تي، اي سمي اللي انت عايز تسميه. ده هيبقى نوعه انتجر، هيبقى عدد انتجر عندي، هو ده اللي هحط فيه القيمه بتاعتي اللي هي متغيره دي الانالوج. طب لو كان ديجيتال هكتب الكوماند بتاعي ازاي في الفويد لوب؟ طيب هحط الرقم البناء اللي هو 12، يبقى ديجيتال رايت 12. هو هنا في حالة الديجيتال بيكتب ايه؟ يا 0 يا 1، ملوش اختيار تاني، فلازم يكتب الاوت بتاعه يكون هو هاي او لو، دول الاختيارين بتوعه اللي ممكن يحطهم في الاوت بتاعه لو كان ديجيتال، يبقى هاي يا لو. تمام، هل ممكن في حاجات تانية؟ الانالوج بقى اخش في الكوماند بتاعت الانالوج بقى، يبقى هنا الديجيتال بتاعتي ازاي اقرا من البنايه اللي كانت ديجيتال، وازاي احط على البنايه 0 او 1. تمام، يبقى ديجيتال ريد وديجيتال رايت. الانالوج بقى في انالوج ريد برضو، انالوج رايت. الانالوج ريد بيقرا هو من بنايه خارجيه، زي ما هو كان بيقرا هنا من بنايه خارجيه في الديجيتال ريد، في الديجيتال ريد هنا برضو في الانالوج ريد هيقرا من بنايه خارجيه، بس هيقرا هنا كده كان بيقرا قيمه 0 و 5 فولت، هنا هيقرا قيمه ما بينهم من الزيرو لخمسة فولت، يعني 1.5 فولت، 2.5 فولت، هو هيشوفها كام؟ هيشوفها قيمة من الزيرو لغاية 1023، رقم انتجر. برضو هقوله هنا اقرا من رقم مثلا 11، أو خليها هنا 10 كبناية تانية يعني، وهنعرفها فوق بعد كده. تمام، وخلي دي متغير اسمه مثلا كي، ولازم أعرف له كي دي عبارة عن ايه. كده أنا جاهز، تمام جدا. طيب الانالوج رايت، نفس الكلام، انا بكتب برضو للبنايه الخارجيه هتروح مثلا لاي حاجه بقى، يعني هتحكم في اي حاجه انالوج، فمش هديها 0 5 فولت على طول، هديها قيمه بينهم. فالانالوج دوت ممكن اكتبه الانالوج رايت القيمه مثلا 13 مش موجوده، نبقى نعرفها بعد كده في الفويد سيت اب. مش محتاج ان انا اعرف هنا متغير، انا هخرج من الاردوينو حاجه يبقى مش محتاج اعرفها، لكن هدخل الاردوينو حاجه قيمه لازم اسيفها عندي في الذاكره عندي، لازم اديله متغير عشان يحفظها فيه. تمام جدا، ده كده الفرق بين الديجيتال والانالوج، والديجيتال ريد وديجيتال رايت، والانالوج ريد والانالوج رايت. نخش بقى كده في حاجه تانية اسمها السيريال. طيب دلوقتي انا عايز وانا متصل بالاردوينو ان انا اشوف قيمه معينه او اتابع حاجه معينه، بتابعها ازاي؟ بامر السيريال دوت. ديت هتفتح لي الموضوع السيريال، يعرف الاردوينو ان انا هشتغل بالسيريال اللي هو سيريال دوت بيجين. تمام، اللي هو 9600، ده بروتوكول ثابت كده على بعضها، كوماند كتب زي ما هو كده. تيجي هوت في قلب الفويد لوب، انت عايز تعمل ايه في السيريال؟ عايز تطبع لنفسك على الشاشه حاجه تشوفها، بتتابع مثلا قيمة متغيرة مثلا عندك، أو بتتابع حاجة معينة في كود تكتبها في السيريال برنت. مثلا عايز تتابع مثلا سيريال برنت للبنية رقم 12 أو البنية رقم 11 اللي هي جاية لك أصلا، جاية لك من بره، عايز تتابعها تشوفها أنت هنا، تحطها هنا كسيريال برنت البنية رقم 11. خلاص كده هو كده بيشوف رقم 11 عليها كام، هيطبعه لك. طب أنت هتشوفه إزاي أصلا؟ لو أنت متصل بأردوينو فعلا بيو اس بي بالكمبيوتر بتاعك، تقدر تيجي هنا وانت شغال اونلاين، اهي شايف سيريال مونيتور، تضغط عليها هتظهر لك اونلاين الحاجه اللي بتتغير عندك. البنايه 11 دي مثلا عليها كام دلوقتي؟ هتظهر لك ساعتها البنايه 11 عليها كام. طيب السيريال برنت ده بتقدر تتحكم تشتغل بيه ازاي بقى؟ انت كده تكتب سيريال برنت بنايه رقم كذا، هيكتب لك مثلا هنا على المونيتور اللي تظهر لك، مثلا ظهر لك مثلا 1 فولت، هيكتب لك ان هو سيريال برنت، يشوف 1 فولت بتناظر كام من 1023، يكتبها لك كقيمه، ويكتبها لك بعدها على طول. اول ما يخلص الكود يجي يلف تاني يلاقي السيريال برنت تاني، فيكتبها لك جنبها تاني، يفضل يكتبهم جنب بعض جنب بعض جنب بعض على طول. طب انا عايز يكتب مره وينزل سطر جديد، تكتب ال ان بعد السيريال برنت، سيريال برنت ال ان، هينزل سطر جديد، تكتبها مره ينزل سطر جديد، تكتبها مره ينزل سطر جديد، وهكذا. طب انا عايزه يستنى شويه وبعد كده، مش كل مره كل دوره يلف على الكود يكتبها، عايزه يستنى شويه وبعد كده يبدا يكتبها تاني،
استنى شويه، دي معناها قلنا ديلي امر بسيط جدا، ديلي خلاص. عايز استنى كام ملي ثانيه؟ عايز استنى مثلا 100 ملي ثانيه، ويبدا يكتبه تاني، يلف على الكود تاني ويكتبها تاني مره تانيه. الكلمه لو اتغيرت هيكتب الكلمه الجديده بقى خلال الدوره دي. طيب ايه تاني ممكن يكتب؟ ممكن عايز اكتب طيب سطر في المونيتور اللي هتظهر لي في السيريال برنت دي، يكتب لي سطر كده بالانجلش، وبعد كده يكتب لي جنبها القيمه دي، يعني مثلا ذا فاليو اوف ذا فولتج كذا. اكتبها ازاي ديت؟ سهله جدا، اخد هنا كوبي تمام. علامتين دول تكتب فيهم اللي انت عايزه، مثلا ذا فاليو اوف من 11 مثلا، بس دي راح تظهر لك، تظهر لك الجملة ديت، وبعديها تظهر القيمة بتاعتها جنبها، وبعد كده هينزل سطر جديد عشان هو هنا كاتب له ال ان، يبقى امسح ال ان من هنا عشان ما يكتبش الجمله دي وينزل سطر جديد يحط قيمه، لا انا عايزه يكتب قيمه جنبها، فهنا هيكتب القيمه جنبها، وبعد كده بعد ما يكتب القيمه ينزل سطر جديد. طيب حاجه تانيه اقدر اعملها في هنبدا نشوف مثال بقى اللي احنا خدناه السيريال برنت. احنا هنعمل ما خدناش اول حاجه، خدناش الفانكشن بتاعت الفور لوب، ما خدناش هي بتعمل ايه اصلا وايه الفرق بينها وبين الفويد لوب. طيب الفويد لوب هي عباره عن انه بيكرر كل الفانكشن اللي جواه عدد لا نهائي، يعني يفضل يكررها من النهايه، يفضل يكررها. لكن الفويد الفور لوب ممكن يكررها لما لا نهايه، ممكن يكررها لعدد محدود انت بتحددها له بشرط. يعني مثلا هنا بتقول له ان الاي بتساوي زيرو، ده رقم افتراضي ان الاي دوت، انت بتبتدي بقيمه ابتدائيه بزيرو، تفضل تزوده كل مرة بمقدار واحد، اي بلس بلس معناه ان كل مرة تزوده واحد، كل دورة تزود الاي دي بواحد لغاية ما الاي ديت توصل لعدد مثلا 100. لما الاي تكون اكبر من 100، اصغر من 100، تطلع بره اللوب ده خلاص بقى، وكمل بقية الكوماند بتاعتك او بقية الاوامر بتاعتك اللي انت عايز تحطها في الكود. دي باختصار تعريف الفور لوب تستخدم في ايه. ممكن تستخدمك عدد ما لا نهائي زي الفويد لوب، او ممكن تستخدمها جوه الفويد لوب وتستخدمها عدد ما لا نهائي من الكوماندز تتكرر كذا مره اكتر من، يعني ما عدد ما لا نهائي. يعني مثلا شرط ان هو مش عمره ما هيتكسر، اللي هو مثلا الاي بتساوي زيرو والاي اكبر من السالب واحد، ما هي فعلا الاي اكبر من السالب واحد، مهما زودت الاي فهتفضل طول عمرها اكبر من السالب واحد. طب تعالى نجرب كده، لو عملنا سيف لحاجه زي كده وعملنا لها فيريفاي، مفيش اي مشكله. طب نكمل مع بعض الكود كده، نشوفه مع بعض السيميليشن هيبقى عامل ازاي. احنا قلنا ان احنا هناخد السيريال برنت بتاعي اللي هو الاي، هطبعه كقيمه، وهنزل سطر جديد عشان كده عامل ال ان في اخر البرنت، عشان سطر جديد بعد ما اخلص اطبع الرقم بتاع الاي كقيمه وانزل سطر جديد، وبعد كده هستنى 100 ملي ثانيه، وبعد كده هقول له بقى انا عايز اطلع من اللوب، ولا عايز انا اكمل. يعني هنا بس لو الاي بتساوي 50، طب لما الاي بتساوي 50 بقول له هنا كمل كونتينيو، ما تعملش اي حاجه، كمل زي ما انت عد. طب لو هنا بقى ايه في الاي بتساوي 100، يعني لو الاي بتساوي 100 اعمل ايه؟ قال لي هنا بريك مثلا، يعني اخرج بره اللوب. بره اللوب اللي هي ايه؟ اللي هي الفور، مش الفويد. الفويد عمره ما هيخرج منها، دايما بيخرج من الفور. دايما البريك بتكسر الشرط اللي اخر لوب هي فيه، يعني اقرب لوب هي للبريك ايه؟ هي الفور ديت. الفور الفويد لوب لسه بعيد عنه، لكن هو بيكسر الاقرب ليه اللي هي الفور، فهيكسر الفور ويطلع. تعال نشوف انا السيميليشن هيعمل ايه معايا في السيميليشن. طيب عشان اعرف السيريال برنت انا كنت محتاج الهاردوير، محتاج بورد الاردوينو واوصلها باللابتوب بتاعي، وابدا ان اشوف من برنامج السيميليشن ذات نفسه، برنامج الاردوينو ذات نفسه في سيريال مونيتور اقدر اشوف منها الشاشه. طب ايه الشاشه بتظهر لي؟ اقدر اشوفها في السيميليشن برضو، كاني عندي بورد الاردوينو موجوده معايا وموصله بجهاز الكمبيوتر بتاعي، اللي هي عباره عن بجي من ميجرنج تولز واخش في فيرتشوال تيرمينال. فيرتشوال تيرمينال ديت او فيرتشوال تيرمينال بجيبها احطها
جنب الاردوينو، وبوصل البنتين دولت اللي هما تي اكس دي، هوصلها بالار اكس دي، ده السندنج والريسيفنج، والار اكس دي اللي هي الريسيفنج هوصلها بالسندنج. تمام، عندي نشوف اللي هيحصل لما اجي احط الكود هنا اهوت. انا مسمي الكود بتاع انفينيت لوب، ماشي، بجيبه انفينيت لوب. تمام، اوكي، بعمل سيميليشن اهو، ابتدى يعد معايا وينزل جديد زيرو، وينزل وينزل هكذا. انا قايله عند 50 كمل زي ما انت، ما تعملش حاجه، هتشوف هيعمل ايه. زي ما هو كمل عند 100، المفروض ان هو يكسر اللوب ويطلع، شوف هيعمل ايه. اهو عند 100 كسر، وابتدى يعد من الاول خالص، من اول الزيرو. طيب نبدأ ناخد مثال تاني، هاخد مرادة على الردية، هحطها على رقم بين رقم 9، هسميها ليد في الجهود بتاعي، وعندي سيريال بيجين برضو 9600، ده سرعة نقل البيانات. تمام، هحط استخدم الفور لوب زي ما شفنا مع بعضينا، بس المرة دي بقى ايه، بشرط كعدد ما هتلف في الكود بتاعي، هتلف في قلب الفور بتاعي كعدد محدود من المرات او من الدورات، اللي هي من 0 لغايه 255، ده العدد بتاع الدورات بتاعتي اللي هتلف فيه. وبعد ما يخلص اللف في الفور لوب ديت هيبتدي يخرج، خلاص خلص هو عدد كسر الشرط بتاع الفور لوب، يبدا يخرج بره. طيب انا هنا ليه استخدمت من 0 ل 255؟ هو 0 ده اقل شدة اضاءة، و 255 ده عند اقصى شدة اضاءة. طب انا عرفت منين عند 255 ده اقصى شدة اضاءة؟ هو انا عندي في الاردوينو ده عندي 8 بت كانالوج، بنز يعني موجودة، في عندي 8 بت. طيب 8 بت دولت اللي هما من ايزي، من واحد، اللي هي 2 اس 0، 2 اس بباينر يعني 2 اس 0، 2 اس 1 هكذا لغاية 2 اس 7. لو حقيقة تشوفهم كأرقام عشرية هتلاقيهم 1 2 4 8 16 32 64 128، لو جمعتهم هيبقوا 255، عشان من هنا جت 255 كأقصى شدة إضاءة ليا. تمام، طيب هعمل نفس اللي عملته قبل كده، إن أنا هخرج بقى الفولت بتاعي اللي هو الأنالوج دوت اللي هو بيتغير من 0 لغاية 255، هخرجه على الداية ديت اللي هي أنالوج رايت على الداية، الفولت بتاعي اللي أنا واخد قيمة أي مخليها سميها فاريبل اسمه فولتج، سميها اي حاجه مش مشكله، المهم انت اي هتحطه هنا. او ممكن تاخد الكودز اللي هو الاومر ذات نفسه اللي هو الانالوج ريد مثلا من بوتنشيومتر او حاجه تانية، تحطها برده هنا عادي. يبقى انت بتتحكم مثلا في مقاومه متغيره، وحسب التغير بتاع المقاومه دوت بتتغير، بتحكم في شده الاضاءه، سهل الموضوع ده تعمله. طيب سيريال برنت هتطبع الجمله دي زي ما هي، اي حاجه بين القوسين دولت بتطبع زي ما هي، مفيش فيها اي تغيير. تمام، مش هيدني سطر جديد عشان مش حاطط ال ان هنا بعد برنت. في السطر اللي بعدين عامل هيطبع بقى قيمه الفولت بتاعي جنبهم، وين سطر جديد، ويستنى 100 ملي ثانيه، ويبدا يكرر تاني، يخش الخطوه اللي بعديها تاني، وهكذا لغايه ما يطلع من اللوب دي خالص عند اقصى شده اضاءه. بقى يخرج لنا انت ان يكون الاي بي 255 عند اقصى شده اضاءه، ساعتها بقى يستنى لي 1 ثانيه عشان يبدا اشوف انا ايه الدكس ده باينه قدامي وواضحه. تمام، انا عملت فيريفاي، نشوف هل في مشكله في كود. مفيش مشكله. طيب نيجي نشوف السيميليشن، تمام. طيب زي ما قلنا هنجيب دي منين، ميجرنج تولز فيرتشوال تيرمينال. تمام، تظهر معايا وابدا اوصل بقى التي اكس هنا بالار اكس هنا، والار اكس هنا بالتي اكس هنا. تمام، وابدا اشوف السيميليشن بتاعي اهو، ابتدى اهو يشتغل معايا، الفاليو بتاعتي بتتغير من زيرو، بتبتدي تزيد تزيد تزيد. عايزين نشوف اللي اتضايق اللي بيحصل لها. بتزيد شدة الإضاءة، بتزيد واحدة واحدة لو تلاحظ. تمام، 78، 80، 100، وصلنا ل 100. تمام،
يعني ابتدت تزيد واحدة واحدة، تظهر معايا إضاءة. تمام، تقريبا كده نص الإضاءة. لاحظ كسيميوليشن برضو مش مبينها قوي، هو بيطفي وينور الداية، لكن في الحقيقة انت مش هتلاحظ ان هي طفت ونورت قوي، يعني انت مش هتلاحظ ده بعينك، بس عشان سيميوليشن يعني مش قادر يوضح قوي الموضوع ده. اهي ابتدت اهي تثبت الإضاءة، ابتدت تزيد واحدة واحدة، اهي كده اقصى شد الإضاءة، ابتدى يرجع تاني عند الصفر ويعيد تاني من جديد. ده الريبورت بتاعنا في السيشن دوت، ان احنا هنتحكم في 4 ليد، واحدة فيهم تبتدي تتنور بالتدريج لغاية ما توصل اقصى شد الإضاءة ليها، وبعدين تطفي، واللي بعديها تبتدي تكمل تتنور بالتدريج لغاية ما توصل اقصى شد الإضاءة ليها، وكده تطفي وهكذا لغاية ما تخلص الـ4 ليدات، وبعد كده يعيدهم من الأول تاني.